ている。何のために？يا جماعة قبل نصف ساعة نزل العرض الترويجي الخاص بهجوم العمالقة الموسم الرابع البارت الثاني. اللي ما يعرف هذا البارت سيكون من إنتاج استوديو مابا، رح يقتبس 5 مجلدات من المجلد رقم 29 إلى المجلد رقم 34. سيقتبس تقريبا حوالي 40 فصل، وللأسف الشديد حسب بعض التصريحات من الاستوديو فإن هذا البارت راح يكون متكون من 12 حلقة فقط. للأسف الشديد 12 حلقة، ما أدري بعدها إذا بيسوون فيلم أو حلقات طويلة زي كيميتو، ما أدري، ما في أي تصريح حول نهاية أو حول كيف راح تكون نهاية هجوم العمالقة. فيب أيضا موعد هجوم العمالقة اللي ما يعرفه فراح يكون يوم 9 يناير، يعني تقريبا بعد 20 يوم، تقريبا 20 يوم. والمهم نتكلم عن العرض الترويجي. هذا العرض الترويجي كما قلت لكم نزل قبل نصف ساعة، فأنا تحمست قلت خليني أسوي مقطع للمتابعين وأوريهم هذا الإعلان. فقبل ما نبدأ لا تنسونا لايك اشتراك نشر هذا المقطع في كل مكان، وبس أخليكم مع الإعلان الترويجي الخاص بهجوم العمالقة الموسم الرابع البارت الثاني. يلا مشاهدة ممتعة للجميع. إيرين، أنا もう終わりにしたい. نازي أغاك، أوماي وا نانو تامي ني تاتاكاتيرو؟ 何のために。俺がこの世に生まれたからだ。始祖の巨人と王家の血を引く巨人が揃った。エレンと知恵子の生殖させてはなりません。手を貸すということは安楽死計画を実現させるということだぞ。歴史が変わる瞬間はもう間もなくです。ミカサはどうしたい。エレンを助けたい。悪魔なんていなかった。この島にも。 俺たちはただ進むだけだよ。来い。俺をここまで導いたのはお前なのか。 俺は生まれた時から俺のままだ。